فاضي لبكار الشيخ زكريا غرور تتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تالي دافية شوية، تالي شوية مش سخنين، هات شوية ماسك من شوية. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل
إن هو إلا ذكر
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين إنه إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع أفلا يشكرون الله يكرمك اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة
حاضر يا عم. الدقيقة كمان تقول لي يا كمان. حاضر. عندنا. عليك يا زلمة. سميها يا عم الحاج. قول يا رب. يا رب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا الشجر الأخضر ماء فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله يقدر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بقادر على
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما ورب المشارق إنما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والصفا فالزاجران زجرا فالتاليات صفا فالزجران زجران فالتاليان ذكرا إن إلهكم لواحد السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم
أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب صدق الله.